هناك صراع آخر لواشنطن، لكن مع جارة بكين أي كوريا الشمالية، وذلك حول تجاربها النووية والتي كان آخرها إطلاق قمر تجسس عسكري لمراقبة الأنشطة الأمريكية العسكرية في المنطقة، حيث تكثف واشنطن من تواجدها مع اليابان وكوريا الجنوبية لمواجهة ما يصفونه باستفزازات بيونغيانغ النووية. ورغم فشل عملية الإطلاق، إلا أن واشنطن دانت هذه التجربة وقالت إن بيونغيانغ استخدمت تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة، ما يزيد التوترات بمنطقة شبه الجزيرة الكورية ويهدد بزعزعة الأمن في المنطقة وخارجها. ومع ذلك اتهمت الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الولايات المتحدة بالتصرف مثل العصابات لانتقادها فشل بلادها في عملية الإطلاق، وبررت فشل عملية الإطلاق بأن الصاروخ فقد قوة الدفع بعد مرحلة انفصال وتحطم في المياه قبالة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية، وتعهدت بإعادة التجربة بشكل ناجح قريبا. كما قالت كيم يو جونغ إن جهود بلادها لامتلاك قدرات استطلاع في الفضاء هي ممارسة مشروعة لحقها السيادي.